ساركو حرب شباب، معكم شركية وشركة كي، واليوم جايبكم فيديو جديد. طبعا شباب اللي متابعني على تويتر وانستغرام وقناتي الثانية راح تعرف اني مشارك ببطولة لكول اوف ديوتي بلاك اوبس كولد وور. البطولة رسمية من كول اوف ديوتي شرق الاوسط نفسهم، ومشترك فيها فوق ال 30 يوتيوبر. هاي دعوتي للبطولة، شوفوها معاي. لقد تم الهجوم علينا ونحتاج اليك الان اكثر من اي وقت مضى. بشار كي كي، لقد تمكنت من فك شفرة الرمز بنجاح واستحققت مكانك في أكبر مواجهة كول أوف ديوتي بلاك أوبس في الشرق الأوسط. يشرفنا أن تقاتل ضمن صفوفنا في مباراة جاعة الصدق. هذه فرصتك لاستعراض مهاراتك ولتثبت لنا أنك العميل الأفضل في المنطقة. احرص على أمنك وسوف نتواصل معك قريبا. طيب كيف نظام البطولة؟ نحن 30 يوتيوبر مقسمين على 4 مجموعات، كل مجموعة فيها 8 لاعبين، وفي كتير يوتيوبر مشاهير مشاركين نفس بندريتا، راكان، فيروس، فيرفول وغيرهم كتير. كل مجموعة رح تلعب فري فور اول بينهم وبين بعض، والأول منهم الأول من كل مجموعة حياخد 20 نقطة، الثاني 18 نقطة، والثالث 16 نقطة. وطبعا البطولة مقسمة جزئين. الجزء الأول كان في بث مباشر سويت على قناتي الثانية من أسبوع وطلعت ب 56 نقطة، وثاني قسم بدون بث مباشر، كل مجموعة تلعب بينها وبين بعض، ونهاية كل جيم يصوروا السكورات ويرسلوها للمنظمين، وكانت 4 أيام. فحاليا أنا رح ألعب ضد مجموعتي، معي 56 نقطة من الأسبوع الماضي، وحاليا رح نلعب 4 أيام. رح أحاول إني أطلع من أول 3 في هالأربع أيام كلها عشان أخذ سكور وممكن إني أفوز. طبعا الجوائز البطولة على 20,000 دولار، إيه 20,000 دولار بس فقط، رح يفوز الأول الثاني والثالث من كل المجموعات، يعني رح يشوفوا أعلى سكور، ثاني سكور، ثالث سكور، مو فقط من مجموعتي لا، من كل المجموعات، وهم فقط رح يفوزوا. يعني نحن 30 يوتيوبر، 3 بس رح يفوزوا. مجموعتي أنا فيها كتير لاعبين أظن الكل يعرفه، هو فيرفول معي بالمجموعة، وفي وحش يلي قطعنا بالبث المباشر واكثر واحد خايف منه اليوم. بس حاب انوه انه بنهايه الفيديو بعد البطوله رح نلعب جيم مع لاعب المنتخب السعودي ولاعب نادي الهلال سالم الدوسري. كول اوف ديوتي جابوا لنا اياه كمفاجاه، ما كنا ندري، كنا قاعدين عم نلعب للبطوله، فجاه قالوا تعالوا ادخلوا جيم مع سالم الدوسري، وصرنا نتكلم معاه وسالته اسئله عن الزومبي، هل تلعب زومبي بلاك اوبس ولا لا. فاي نهايه الفيديو جدا خرافي، فيلا خليكم مع الفيديو. اهم شيء نصوحي، كل ما يطلع بوش يذبحه. ايوه القم يا فيرفول، يا فيرفول لا تفلش لا تفلش، القم. اوه انا الاول، وحش وحش، مستحيل اجي فيس تو فيس مع وحش واذبحه، مستحيل. تعال يا نصوحي، تعال يا نصوحي، تعال يا نصوحي. ما قاعد اذبح الا نصوحي. وفيرفل. ايوه من وين طلع؟ من وين طلع؟ اوكي حلو حلو الثاني، حلو الثاني، حلوين حلوين. هاي 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 بدا الجيم معلق عندي. اوكي اوكي غش، دخلني متاخر 20 ثانيه، هلا لو خسرت على قتله واحده بحكي لهم عيدوا الجيم.
كيف ما مات؟ كيف ما مات؟ ألقم يا فيرفول. فيرفول داعس الجيم طالع الأول. أول مرة أذبح وحش لأنه أعطيني ظهرة. ورايه قدامي كل مكان. وشوف يعمل كل حق جرنيد لانشر. سمعين صوت جرنيد لانشر؟ الله. انبطح يا فيرفول، انبطح في الارض. ذبحت وحش فيس تو فيس. نصوحي اول مره نشوفها بهالجيم، ثاني مره نشوفها بهالجيم، ثالث لا هذا وحش. نصوحي ما لقى يصير لعيب الا علي. اوكي من اول ثلاثة، طالما من اول ثلاثة فراح اخذ سكور. حلو حلو حلو. قاعد دائما يبدا الجيم متاخر علي. طلع الكل قاعد يلعب الا انا. طيب اخيرا اخر مرة في هالماب دعست دعست دعست، فان شاء الله نفس الشيء اليوم. اول ذبحه ونقول بسم الله. القم يا سايكو، القم يا وحش، القم يا لزمو، القم يا فيرفول، القم يا بشار. اوه تاني مرة اذبح وحش فيس تو فيس، ثالث مرة اذبح وحش فيس تو فيس. الاول دبل دبل دبل. ايوه 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 ايوه. حلو 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 حلو. حلوين حلوين حلوين. وور ماشين. فيرفول شكله خلاص فقد الامل. نتيجة جدا متقاربة بينه وبين وحش، بس راح يفوز. نحاول. يو يا نصوحي ما بيجي يذبح لي الا بالاماكن بالاوقات الغلط. تكفى تكفى موت تكفى موت. حلو حلو ذبحت وحش. ذبحه 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 ذبحه. يس يس ايوه اول مره الاول. اوكي شباب احنا حاليا بالجيم الاخير، نقول بسم الله. سرق مني الكل. تعال تعال. فيرفول شكله كمان فقد هالامل. اوكي نصوحي نصوحي تعال 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 يا نصوحي تعال يا نصوحي تعال. القم القم. تعال تعال تعال. لا تقول لي حقنا.
تعال 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 يا فيفو تعال، ما حد هيدبحك غير اليوم. تعال تعال، ليش المقاومة؟ خلاص خلاص اوكي، مو ملاحظين كلمة استهبل على فيفو لموت؟ خلاص كان ودي اكون الثاني بس الثالث للأسف. بلكي الذبحة تخليني ثاني؟ لا اوكي شباب، هي السكورات قدامكم مثل ما شايفين. للاسف ما فزت، طلعت التاسع، يعني اعلى من 21 يوتيوبر، بس في 8 كانوا العب مني. للاسف ان الاسبوع الاول جبت العيد، لما سويت البث المباشر على قناتي الثانيه كنت ما بلعب ملتي بلاير ابدا، كان كل لعبي زومبي، لانه اصلا الاسبوع الاول كان بتاريخ 15 نوفمبر، كانت اللعبه مصلها نازله يومين، فكان كل تركيزي على الزومبي وشرح حل اللغز وهالكلام كله، وبعدين جابوني قالوا يلا العب بطوله ملتي بلاير، فجبت العيد. بينما الاسبوع الثاني اللي شفتوه حاليا من شوي تمرنت ودخلت وقطعت، فيعني لو الاسبوع الاول كانت متاخره شوي كان عندي وقت افوت واتمرن على الملتي بلاير، كان ممكن نطلع من الفائزين. طبعا الفائزين هم اول اربع بس انتم شايفينهم قدامكم، اللي هم وحش، فيروس، امجد، وميستري. مبروك عليهم الفوز، فازوا ب 20000 دولار ما شاء الله. وبيني وبينكم مبسوط نوعا ما شوي، لاني انا يوتيوبر مختص في الزومبي، ماني مختص بالمولتي بلاير، وطلعت اعلى من يوتيوبر مختصين في المولتي بلاير، نفس كانسل، نفس راكان. راكان مو مختص في المولتي بلاير، يلعب العاب يعني متنوعه، بس يعني معروف انه لعيب في كول اوف ديوتي، فانا طلعت اعلى منهم الاثنين، فيعني خسرنا بس بنفس الوقت يعني كان شيء حلو. اوكي شباب، حاليا وصلنا على النهايه، راح نفوت على الديسكورد مع لاعب نادي الهلال سالم الدوسري، راح اساله عن الزومبي وبعدين راح نلعب جيم مع بعض، فيلا خليكم مع الفيديو. اوكي شباب، نحن حاليا بالديسكورد مثل ما شايفين، عامل ميوت، ما مو قاعدين يسمعوني، مع اللاعب سالم الدوسري، فكل واحد قاعد يسال سؤال، فحاليا ابي اسال سؤال، اسال سؤال له علاقه بالزومبي ولا لا، ما ادري. هسأله هل بحياتك لعبت اي لعبه زومبي؟ خلينا نشوف. طب تشجع الاهلي ولا الزمالك في نهائي افريقيا؟ حط مواقف صعبه، حط مواقف صعبه ليه؟ عايز اجيبه معايا الزمالك كمان، انت بتلعب مش بيقول لك الملكي الملكي الملكي، لازم تكسب الزمالك. انت 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 تشجع مين؟ انا الزمالك طبعا. هلا ترى ناس حبيبي يعطيك. اوكي شباب، الكل سال اسئله كوره، ممكن اسال سؤال جيمنج سريع جدا؟ اي والله يلا. اي هلا والله سالم. بس سؤال، هل لعبت اي لعبه كول اوف ديوتي من زمان، يعني غير بلاك اوبس كولد وور اللي حاليا قاعد تلعبها؟ ايه طب اللي قبل هذه، اللي قبل هذه مودرن وورفير، كول اوف ديوتي مودرن وورفير. طب وهل بعمرك جربت جيم مود الزومبي؟ لا. تمام يعطيك العافية. طب عمرك فوست وار زون طيب؟ طور الوار زون. شكله بيقول تعرف ايش معي. انا فوز في الملعب. يلا. والعبومة. في واحد اسمه وحش معانا، أول ما تشوفه ابعد. لا حول الله يا شباب، ما سويت شيء. ترى الموضوع ترى انجوي ها؟ ايه بعرف فن فن فن. هذا اللي يقول اللي قبل يخسر واحد. لا لا. بشار ليش ما تخلي الرجال يفوز؟ والله أبي... والله ما ودي والله اشوف حالي قدام الرجال. وش عادت الفينش؟ لا شكله حلو الفينش. طيب لا افا يا عزيز ذبحني. والله اسف يا سالم، قسم بالله ما ودي والله. عاد تقول اني ما ادري وينه يا اخي، ما ادري وينه، بروح فنش انا، وينه هو؟ الله يا عيال، شوي حرام عليكم، عرقتوا خلص. لا لا انا بدري. وحش والله انك وحش صدق. لا كلمه. اسمعوا اسمعوا اترك عنك العرق. اسمعوا، جيم اخير بدون عرق لو سمحتوا، معرقين. يلا لو سمحتوا. ايوه بسم الله، يلا على بركه الله. وهنا نبتدي مباراتنا الى هذه الليله. يا ساتر. ايوه هو سالم، تعال 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 ارجع. تعال تعال. شكله مشخص. اي عرق والله بالغلط بالغلط ما شفته. بص اخر جيم صار معرق يا عيال، اذا شفتوا عرقوا عليه.
يا رجل انا قاعد احاول اذبح اي واحد يذبح سالم قلت ادب يخ ضيف شرف خلى يذبح شوف قابلني وخليك تذبحني صف لي مور او مين هذا انا شرف فنشت سالم بالغلط اسف 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 انت خربت فيها اسف اخي بشار هدي اللعب هدي اللعب شوي هدي اللعب خلي الرجال يفوز يعني ما وحش ما قاعد يهدي قل له يهدي بهدي والله يلا بشار هو وحش هدوا هدي والله هدوا اللعب شباب طيب شباب 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 شو رايكم كلنا سكين وثاني سلاح شو رايكم يلا يلا خلاص انا بحط سكين نايف كلكم نايف يلا هاي اول ذبحه على سالم سكين اصبر تركن راح ورا 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 ها ها وين دوروا 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 يا عيال صيده صيده انا وراك فيرفول انا وراك فيرفول وين هذا 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 وين وين خليه طب ايش رايكم نسوي شيء اسطوري نخلي الجيم صدق هو يفوزه نروح عنده خليه يذبحنا كلنا يلا 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 موافق على النص اسمع على النص بعدين اسمع هو يصورها ويقول اوه فزت عليها هذا المنو بذولي ما يعرفون يلعبون على النص يلا على النص هذا هذا في النص في النص في النص في النص في النص في النص يلا 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 جايين تعال خلها لا 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 وحش لا ما تطحنه هي ما تسوي له فينش احمد يا تعال تعال نحمي بساعدك سالم يلا يلا باقي له لا لا انا والله العظيم ما يفتشونك يا سالم باقي له ست قتلات باقي له ست قتلات يلا لا مين سايكو ليش يا سايكو ليش يعطيكم العافيه والله ما قصرت شوف شوف بساعدك شوف والله اني بزعت لك يا انا مكيف شنو على مين احمين شف شف غدر فيني والله يا اخي قوي 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 بحشر بالزاويه قوي بحشر الله الله يا اخي والله العظيم اسطوره الله يعطيك العافيه يا كابتن سالم فرصه سعيده والله تفضلنا تفضلنا واستمتعنا انبسطت معك والله المواقف اللي كذا تخلينا نتعرف اكثر واكثر على الله يسعدك يا شباب هذا اليوم اتمنى يكون عجبكم اتمنى نهايه الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك شكرا بالتعليقات ارائكم وبس كان معكم شركيات شركه كيش كم جهه ثانيه ان شاء الله مع السلامه